إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السيلان وراء الأنف. أيضا يمكن لسيلان إفرازات الأنف إلى الوراء والأسفل باتجاه الحلق التي تكون ناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية وتهيجات الحساسية أن تكون الإصابة بنسبة كبيرة بالرشح وأيضا نزلات البرد. أيضا سبب في التهاب الحلق عند الأطفال حتى بدون وجود التهاب في الوزتين يمكن أيضا يكون راجع بسبب التهاب البلعوم. ممكن إذا التهب البلعوم يسبب سيلان وراء الأنف. من الضروري استشارة الطبيب بالعلاج الكامل عن هذا المرض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. أتمنى أنكم استفدتم بعض المعلومات عن سيلان وراء الأنف، مرض خطير جدا، وأتمنى أنكم استفدتم منه. كان معكم خالد بن سعود الحليبي.